يا ابو حاتم يا عم يا ابو حاتم شوفي تضيف على بعض الحاره وعم يقولوا انه من وجهات مشايخ الشام وبدهم يشوفوك انت والشيخ عبد العليم. خبر الشيخ اسميني على مضافه لامرك. شو عم تحولون الباب وخليكم على الصاحي. أهلين وسهلين. أهلين ضيوفنا الكرام. يا شيخ أهلين بشيخ عزام. أهلا بيك يا شيخ عبد العليم. بحب أعرفكم على الأستاذ نعيم عضو بالبرلمان، والأستاذ فايز موفد من وجهاء الشام، والأستاذ أيمن نائب وزير الأوقاف طبعا، والسيد أبو جودة رئيس الكراكون. وأنتوا بتعرفوه. أهلا وسهلا فيك يا شيخ عزام، أنت واللي شرفونا معك، نورتوا الحارة. أهلين أبو جودة. أهلين أبو حاتم. شو وين العبيد؟ ما لا بعتبر إحنا فايتين على الحارة، ولا ما بده يستقبلنا يعني؟ شو أبو جودات؟ إحنا ما بنقدر نقوم بالواجب لما ما لنا قد المقام. العفو منك أبو حاتم، ما هيك القصد من كلامي، قصدي اشتقنا له للعبيد بدنا نشوفه. شوفك العافية. إيه يا جماعة، نحن جمعنا حالنا وقلنا نجي لعندكم على الحارة لنطمن على أحوالكم ونخبركم تضامننا الكامل معكم قلبا وقالبا. نحن حاولنا نتدخل بحل الأمور، ولكن على ما يبدو الأمور صعبة كتير. جناب المفوض السامي ما قبل نحكى معه بالموضوع غير بحل واحد. حل واحد؟ شو هو؟ بتسلموا حالكم والسلاح اللي عندكم، وقبل منا بتسلموا الأسرة. المفوض حدد مهلة لفجر يوم الجمعة. الحكي معنا خبر سبق وبعتونا رسالة بهالشي وخبرناهم انه نحن موافقين، بس هن مثل عادتهم غدارين وبواقين وما على كلامهم زمام. حاولوا يفوتوا على الحارة اكتر من مرة، بس شبابنا ورجالنا وقفوهم عند حدهم. واذا رجال الحارة ما سلموا انفسهم وما نفذوا كل هالشروط المخزية شو ممكن يعملوا يعني؟ راح يقصفوا الحارة فوق رؤوس اصحابها. قرارات صدرت لسلاح الطيران والمدفعية يضربوها عن بكرة.